يا من يرى هذه منجيات 17 من عذاب القبر. بارك الله في فضيلتكم، نقولها على الناس اللي اكتبها معنا جميع المشاهدين والمستمعين بامر الله تبارك وتعالى. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، جمع لنا فضيلة الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي 17 شيئا من المنجيات من عذاب القبر. نسأل الله تبارك وتعالى أن نعمل ببعضها أو أن نعمل بكلها، وأن نحاول جدين جاهدين حتى ننجي أنفسنا من عذاب القبر. وهذه الأشياء هي كالتالي: بر الوالدين، الوضوء، الصلاة، ذكر الله تعالى، صوم رمضان، سرعة الغسل من الجنابة، الحج والعمرة، صلة الرحم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حسن الخلق، الخوف من الله تعالى، الأفراط أي الأولاد الصغار الذين ماتوا صغارا، الرجاء في الله تعالى، البكاء من خشية الله، حسن الظن بالله، الصلاة على رسول الله، الإكثار من قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.